السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. في البداية عايز أعرف من حضراتكم التشكيل الأمثل من وجهة نظركم، طبعا تاني وتالت وعاشر كل الدعم لبيتسو متسماني واختياراته خلال مباراة وفاق سطيف، لكن زي ما بقول لحضراتكم قولوا لي رأيكم أو إيه التشكيل الأمثل في ظل غياب عمرو السولية، في ظل غياب حسام حسن، في ظل غياب محمد محمود وصلاح محسن. قولوا لي إيه التشكيل الأمثل للنادي الأهلي. أنا وجهة نظري هيلعب محمد الشناوي طبعا خط الظهر، هيلعب بأيمن أشرف وياسر إبراهيم، محمد هاني ناحية اليمين، هيلعب علي معلول ناحية الشمال، وسط الملعب هيبقى ديانج وحمدي فتحي، هيلعب قدامهم قفشة، إلا لو غير فكره بقى ريح حد، ريح مثلا حمدي فتحي وخلي قفشة يلعب رقم 8 يعني، أو هيلعب بطريقته العادية 4-2-3-1 اللي هي 2 في نص الملعب رغم غياب السولية، يلعب ديانج وحمدي مع بعض ويلعب قدامهم قفشة صانع لعب، يلعب ناحية اليمين باللاعب بيرستا، ويلعب ناحية الشمال أحمد عبد القادر، هيلعب ناحية في الجهة الأمامية راس حربة اللاعب محمد شريف. ده بالتشكيل من وجهة نظري في ظل غياب عمرو السولية اللي ممكن يلعب بيه النادي الأهلي. منتظر التشكيل من وجهة نظر حضراتكم. بالنسبة لأنباء كثيرة وكلام عن، أنا اتكلمت مع حضراتكم من يومين على إن النادي الأهلي وأمير أمير توفيق مضى اللاعب أحمد عاطف لاعب نادي فيوتشر على استمارة رغبة انتقال النادي، اللاعب عنده رغبة قوية لانتقال للنادي الأهلي، والنادي الأهلي في انتظار شهر 6 نهاية شهر 6 هيشوف فيوتشر هيعمل إيه مع وادي دجلة، وبعد كده يخش يتفاوض مع النادي. يعني لو فيوتشر فعل بند شراء هيتفاوض مع فيوتشر، لو ما فعلش بند شراء النادي الاهلي هيتفاوض مع نادي وادي دجله. ايضا في انباء بتتردد عن النادي الاهلي، عرض مبلغ حوالي 20 مليون على نادي فيوتشر للتعاقد مع احمد رفعت. انا وجهه نظري احمد رفعت ما يناسبش شخصيه النادي الاهلي. كمان احمد رفعت باك شمال او اسف جناح شمال، انا بيلعب نفس المركز دلوقتي احمد عبد القادر، انا مش محتاج حد يجيب حد يلعب والتاني يريح عامل لي مشاكل ليه يعني. اعتقد الاهلي مش في حاجه لصفقه احمد رفعت، وبرضه قولوا لي رايكم في هذا الكلام، هل احمد رفعت ممكن يكون مفيد للنادي الاهلي ام لا. بالنسبه لنادي الزمالك ومرتضى منصور، كله عايز يشغل النادي الاهلي باي طريقه ويخرج النادي الاهلي عن تركيزه خلال المرحله المقبله وتحديدا في بطوله افريقيا عشان الفرق ما يزيدش قوي. كمان مع فوز النادي الاهلي ان شاء الله بالبطوله ال11 وتفرغ النادي الاهلي لبطوله الدوري، فعاوز يشتت فكر النادي الاهلي. طبعا شفنا اليومين اللي فاتوا بعد مباراه الزمالك الاخيره والفضائح التحكيميه، عدم طرد احد المسلوسي ايسترن كامباني، وقبلها كان مباراه المصري عدم طرد الونش وايقاف الحكم محمد معروف، وبيتسو موسيماني كان مباراه بعد مباراه سيراميكا كان وجه كلام لجمهور النادي الاهلي ما تقلقوش وخلي عندكم ثقه في الفريق والناس اللي هياخدوا الدوري كسبناهم وهنكسبهم مره ثانيه. طلع مرتضى قال لك امير مرتضى منصور قال لك بيتسو موسيماني والكلام غير جيد انه يتكلم عن النادي الاهلي او غير موفق تصريحاته بخصوص النادي الزمالك ويقول ان كسبناهم، وانا قلت اللي على راسه بطحه، ولم يذكر زمالك ولم يذكر غيره يعني ما تقالش لفظ الزمالك يعني. لكن زي ما بقول لحضراتكم نادي الزمالك ومرتضى منصور بيحاولوا يشتتوا تركيز المدير الفني مره بان بيتسو موسيماني عرض نفسه علينا، وكنت اتمنى ان زوجته يطلعوا يكذبوا هذه الامور، لان زي ما بقول لحضراتكم عدم التجاهل، البعض بيقول لك التجاهل من ذهب، لا التجاهل بياكد الكلام اللي بيقوله مرتضى منصور عند جمهور نادي الزمالك والاعلام نفسه بيصدم وما لقاش فيه. كنت منتظر من الشركه اللي بتدير اعمال بيتسو موسيماني انهم طلعوا بيان يكذبوا فيه كلام اللي قاله مرتضى منصور، حتى الان مفيش يعني مفيش بيان صدر عن هذه الشركه. فاستمرارا لهذا النهج وتشتيتا لتركيز بيتسو موسيماني، مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه مرتضى منصور بعض الانباء بتتكلم عن انهم بيفكروا يقدموا شكوى ضد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي اتحاد الكره المصري بسبب تصريحاته
اللي اتكلم عنها بعد مباراة نادي الاهلي وسيراميكا، وقال انه هيفوز على هيفوز ببطولة او المنافسين بطولة الدوري، ما اتكلمش جاب تاني، ما جاب سيرة الزمالك ولا بيراميدز، الكلام كان بشكل عام. حتى بيراميدز ما اتكلمش، يعني ما هو اللي بينافس الاهلي على الدوري حاليا الزمالك وبيراميدز، لما بيتكلم محدش مين. لكن الزمالك خد الكلام على نفسه زي ما بيقولوا كده على راسه واضحه، ودي حاجه مش جديده يعني، انا كسبهم في بالفعل يعني، بيس عثمان الموسم اللي فات كسب الزمالك وتعادل مع الزمالك، وكسب الزمالك 5-3 في مباراه الاحتواء الشهيره. يعني القصه مش قصه اكسب اللي فات، القصه ان انا اجمع نقاط، ده دوري ما مش بلعب كاس علشان اضرب القاضيه او اقصي او اقصي المنافس ليا بسبب فوزي ليه، لا ده تجميع نقاط. فزي ما بيقول حضراتكم الزمالك بيفكر يقدم شكوى، ولكن ما اعرفش هيقول ايه في الشكوى، يعني انا مش فاهم يعني. على الجانب الاخر اتحاد الكره المصري ولجنه الحكام بيفكروا يطبقوا نظام الاحتراف، نظام الاحتراف الكامل على منظومه التحكيم المصريه وعلى حكام المصريين. يعني ايه الاحتراف الكامل للحكام؟ يعني هيبقى شغلتك حكم، يعني ما ينفعش تبقى مدرس وحكم، ما ينفعش تبقى مهندس وحكم، ما ينفعش تبقى موظف وحكم، لا، تكون تستقيل من اي عمل تعمل به وتتفرغ للتحكيم بشكل كامل. وبناء على ذلك اتحاد الكره ولجنه الحكام هيوفروا لك كل شيء، الراتب الجيد اللي يخليك يعني تبقى مركز وانت بتشتغل هذه المهنه، المقابل المادي الجيد. يعني بالنسبه للدوري، مرتضى منصور برضه لسه، احنا من نادي الزمالك، نادي الزمالك تقدم بخطاب رسمي للاتحاد الكره المصري بيطلب منه تحديد موقف اللاعبين الراحلين عن نادي الزمالك بنهايه هذا الموسم، عقودهم بتنتهي بنهايه هذا الموسم، وعاوز يعرف راسه من رجليه زي ما حصل قبل كده مع فرجاني ساسي. انا كنت قلتها قبل كده ايام فرجاني ساسي، ولا زلت بقولها، على اللاعب اشرف بن شرقي واللاعب محمد وناجم نفس الكلام، يجوا مع نهايه شهر 6 وهيخلعوا زي ما حصل مع فرجاني ساسي، ومش واشتكى وخد حقوقه. يعني الدوري الموسم بينتهي بشهر 6 في كل العالم، فنادي الزمالك بيحمل اتحاد الكره المصري المسؤوليه، بتاجل لنا مباريات، خليت الدوري يمتد الى شهر 9، طيب اللعيبه اللي عندي هتمشي دي، لاقي لي حل، لاقي لي حل، تتواصل مع اللعيبه، تتواصل مع الاتحاد الدولي، تسال في الاتحاد الدولي انا عايز حل، وانا بيتهيألي مفيش حل، كل عام وانت طيب، تفشل في التجديد يبقى تتحمل يا سيدي، يا اما ترضخ لطلبات اللاعبين. بمناسبه نهايه الدوري في شهر 9، انباء كثيره عن بدء الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز نسخه المقبلة، مصدر من داخل اتحاد الكرة المصري اتكلم عن الموعد المقترح لبداية الدوري المصري، وقال لك مع نهاية هذا الموسم اللي ممكن يكون يعني في أول 9، في منتصف 9، هنرجع تاني الدوري الموسم المقبل، يعني في منتصف أكتوبر. تنسيق ما بين رابطة الأندية واتحاد الكرة المصري على هذا الموعد منتصف أكتوبر، بس ربنا يكرمنا إن شاء الله والأول نخلص من الدوري الحالي. يعني تقريبا الدور الاول تقريبا انتهى باستثناء بعض المؤجلات لبعض الفرق، منها النادي الاهلي لسه له 3 مباريات، بيراميدز لسه له مباراه، بعض الفرق يعني لا يزال ليها مباريات مؤجله، لكن بشكل عام الدور الاول انتهى، لا يزال الدور الكامل، الدور الثاني بالكامل للدوري المصري. يوم الاحد هيتم توقيع عقود ايهاب جلال مع اتحاد الكره المصري لتدريب منتخب مصر، وبعدها يتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن التعاقد. في النهاية شكرا على حسن متابعة حضراتكم، ودمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.